خطوات بعث التنمية ينطلق بتوفير شبكة للطرقات، وهو ما شرع في إنجازه ببلدية بن حميدان بقسنطينة، حيث تم فتح عديد الطرق الولائية والبلدية لفك العزلة على مختلف ساكنة المشاتي بالبلدية. كان طريق معزولة كامل، داروا خدموا هذه هذه خدموا هذه جا صافا ما عليهاش، دركا خدموا لنا هذه وهذه الحمد لله ديجا. بالنسبة للطرقات البلدية 43 كيلومتر راها في حالة رديئة، تكلفنا ب 20 كيلومتر منها. في ال 20 كيلومتر اربع عمليات تم التحقيق نتاعها في الميدان، ويبقى مواصلة الجهد بالنسبة لما تبقى من البرنامج الأولي نتاع 22 كيلومتر. كما استفادت مشاتي أخرى بالبلدية بالربط بالغاز الطبيعي. ولأن المنطقة محصاص كمنطقة ظل، فقد سطرت لها برامج تنموية من شأنها أن تثبت الساكنة بهذه المنطقة الفلاحية. من هذا الطريق تريسينتي الماء، تصريف المياه والسكن الريفي. البرامج الآن اللي رانا ننتظروها البلدية نتاعكم حتى انك تدي الحق نتاعها وتدي الحصة نتاعها في المستقبل. تنمية البلدية بخلق ديناميكية اقتصادية فيها من مساعي السلطات المحلية بالولاية.